اهلا يا فردوس. هاني بيه، الحمد لله على السلامه. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامل له مفاجاه. هو مراد فين؟ في اوضه حضرتك. طب انا هتغدى. بتعمل ايه؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ انا. يا سلام. من كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هسميلي ايه انت بس؟ انت مجرمه. مجرمه ليه؟ عشان اسمك هاني. ازيك يا حبيبي؟ معقوله انت كنت ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا، ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. مالك بتقولي كده؟ هتكون في غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا على اذنكم. نايس ميتينج يو. نايس ميتينج يو تو. سودوني يا حبيبي. ام كوم اوس. سودوني؟ ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي برضه. استر نفسك دي.